سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته أعزائنا المشاهدين أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير طبتم وطابت أوقاتكم من تلفزيون جوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة لهذا المساء وكالمعتاد نستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم إليكم أهم العناوين. وزير الصحة يبرم اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي جديد. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم. بعث فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل المرجلي يوم أمس الجمعة برقية تعزية إلى أسر وأغرباء المرحوم إبراهيم إدريس جبريل الوزير الجيبوتي السابق للعدل الذي انتقل إلى رحمة الله مساء الخميس الماضي. وقد أعرب رئيس الجمهورية السيد إسماعيل المرجلي في برقية تعزية وجهها إلى أسرة الفقيد عن حزنه العميق ومواساته لهم في هذا المصاب الجلل، مشيدا بمآثر الفقيد الذي وصفه برجل عامل الكثير لتعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي الفريد بين مختلف مكونات المجتمع الجيبوتي، حيث ولد المرحوم السياسي الراحل في جيبوتي عام 1948 في أبوق، وترك المرحوم وراءه أرملة وعشرة من الأبناء. بدأ المرحوم إبراهيم إدريس جبريل مسيرته في التمريض وشغل عدة مناصب وزارية في النقل والمعدات ووزارة العمل قبل أن يصبح وزيرا للعدل. وكان المرحوم إبراهيم إدريس عضوا في المجلس الدستوري، سائلا الله عز وجل يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. أبرم معالي وزير الصحة دكتور جامع علمي عوكي اتفاقية تعاون مع مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة العالمية السيدة لاليني فيراسامي، وجرت مناسبة توقيع الاتفاقية في مكتب الوزير وبحضور المستشارين الرئيسيين للوزير والمتعاونين ومدراء أقسام الدوائر الصحية، إضافة إلى مسؤولين من منظمة الهجرة الدولية وبخاصة مسؤولي المكتب الإقليمي للمنظمة في جيبوتي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المشاريع الصحية المخصصة للمهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم بغية ترقية النظام الصحي وتوفير العلاج والأدوية ومحاربة الاتجار بالمهاجرين. ويقوم بتمويل هذه الاتفاقية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمهاجرين في البلاد. وهذا وأشاد وزير الصحة دكتور جامع العكية بالجهود المبذولة للمنظمة الدولية للهجرة بخاصة من قبل مكتبها الإقليمي في البلاد لتلبية حقوق المهاجرين واللاجئين. وفي مداخلة له في هذه المناسبة أشار معالي وزير الصحة دكتور جامع علمي عوكية إلى أن وزارته أبرمت اتفاقيات مهمة مع منظمة الهجرة الدولية، وتتضمن هذه الاتفاقيات بتزويد المنظمة بالأدوية والمعدات الطبية للوزارة وزارة الصحة لأجل القيام بمهمة تقديم العلاج اللازم للمهاجرين واللاجئين المقيمين في البلاد، وأيضا أجهزة إجراء الفحوصات الطبية على المهاجرين. كما نوه وزير عوكية إلى أن المنظمة تعهدت بالعمل مع الوزارة في كافة أنشطتها المتعلقة بالمهاجرين، مقدما في الوقت ذاته شكره وامتنانه للمنظمة على دعمها المتواصل للوزارة. هذا وأشاد وزير الصحة دكتور جامع المعوكية بالجهود المبذولة للمنظمة من قبل المنظمة الدولية للهجرة وبخاصة من قبل مكتبها الإقليمي في البلاد لتلبية حقوق المهاجرين واللاجئين المقيمين في بلاده. استضيف سفير بلادنا المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية السيد محمد سياد دعالي العرض الأمريكي المعنون هذه هي أمريكا، حيث كان ضيفا مع مقدم العرض دينيس وولي. وخلال هذا العرض ركزت محادثاتهم على المزيج الفريد من الثقافات الموجودة في جيبوتي، حيث شدد السفير الجيبوتي على أن الحفاظ على التنوع الثقافي والتعزيز هو ضمان للتنمية البشرية المستدامة. وقال إن جمهورية جيبوتي هي في الأساس بلد تتنوع فيه الثقافة والتقاليد والعادات، وهو مجتمع سلمي ومنصف يقوم على الاحترام المتبادل والتسامح. وقال إن التنوع الثقافي ليس مجرد سمة للجيبوتيين بل هو ناتج عن تبادلات التي تعد القوة الأساسية للبلاد.
ولتعليقي على هذا الخبر وإعطائنا مزيد من التفاصيل تنضم إلينا في الاستديو زميلة حواء محمد يوسف. أهلا بك حواء، أهلا بك خضر وشكرا. ما هي أبرز النقاط التي تضمنت مقابلة سفير الجيبوتي في الولايات المتحدة الأمريكية لدى مقدم برنامج هذه هي أمريكا؟ نعم، كما أشرت في مقدمة نشرتك في هذا الخبر، سفير الجيبوتي لدى الولايات المتحدة الأمريكية السيد محمد سياد دعالي استضيف في برنامج أمريكي بعنوان هذه هي أمريكا مع المقدم البرنامج دينسي ويلي. وفي هذه المحادثة كانت أهم أبرز ما جاء فيها الثقافات الموجودة في جيبوتي المتنوعة، حيث أشار السفير جيبوتي السيد محمد سياد دعالي على الحفاظ المتنوع للثقافة في جمهورية جيبوتي، وأنها ستعزز هذا الضمان للتنمية البشرية المستدامة في هذا المنظور. كما أشار السفير جيبوتي لدى أمريكا على الأسس المهمة وفي جيبوتي التي تشكل فيها الثقافة مجموعة من المبادئ والقيم التي مبادئها السلمية، ويقوم أيضا على الاحترام المتبادل والتسامح. إضافة تحدث السفير عن نمو الاقتصادي في جمهورية جيبوتي، وأن جيبوتي هي مركز أساسي للتبادل الاقتصادي والتجاري بين القارات المختلفة، وذلك بفضل البنية التحتية للموانئ الحديثة، حيث أشار أيضا إلى موضوع مهم وهو الموقع الفريد لجمهورية جيبوتي الذي جعلها من أهم المنطقة وأهم من الموارد التي تمتلكها جيبوتي، وهي الميناء الجيبوتي الحديث. إضافة أشار إلى هذا الأهمية تسجل في إطار ترقية الاقتصاد في بلادنا، وذلك من خلال فخامة رئيس الجمهورية الذي دائما يقوم بتطوير وترقية الاقتصاد في بلادنا، وأضاف أن هذا له دور في القرن الإفريقي. وأشار أيضا أن جمهورية جيبوتي ضمن 5 الأوائل من البلدان الإفريقية التي حققت نموا، وهو أسرع معدل في إفريقيا وفقا للتوقعات في البنك الدولي. بالإضافة ركزت هذه المحادثات أيضا حول العلاقات بين جمهورية جيبوتي والولايات المتحدة الأمريكية. والجدير بالذكر أن هذا البرنامج هذه هي أمريكا والعالم هو برنامج تلفزيوني حول الأخبار الدولية، وهو موزع على الصعيد الوطني، ويهدف إلى مقدمه المميز دينسي ويلي لاستكشاف الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية للناس في جميع أنحاء العالم. شكرا لك زميلة حاول محمد يوسف على هذه التفاصيل المتعلقة باستضافة سفير جيبوتي لدى الولايات المتحدة الأمريكية في برنامج العرض هذه هي أمريكا. أما الآن واصل ما تبقى من هذه النشرة في إطار تنفيذ مشروع تطوير المناطق الزراعية الرعوية واستراتيجية التكييف مع أو تكيف مع تغير المناخ للأسر البسيطة في الأرياف. قام وفد من وزارة الإسكان والتعامل والبيئة برئاسة الأمين العام لوزارة الإسكان السيد دين عبد الله عمر برفقة سيد حسين ريراش روبلي مدير البيئة والتنمية المستدامة بزيارة إلى ناحية كورتيمال التابعة لمنطقة عرتا للوقوف على إنجازات وأنشطة المشروع المذكور. وتمكن الأمين العام للوزارة وفريقه من الزيارة وجولة تفقدية لخزينة كورتيمال بسعة تخزينية تبلغ 500,000 متر مكعب، ثم إعادة تأهيلها من قبل الوزارة، حيث تأتي هذه الزيارة في عقاب الفيضانات الأخيرة. المنطقة الزراعية الرعوية التي تبلغ مساحتها 5 هكتارات التي يستفيد منها الرعاة 21 المزارع من المزارعين الذين استفادوا من التدريب على التقنيات الزراعية في هذه المناطق. كما قاموا بزيارة إلى حفر بئر الاحتياط الذي يهدف إلى تأمين الوصول للمياه للسكان المحليين والمناطق الزراعية الرعوية وإنشاء منتجات الألبان المصغرة للمستفيدين في إطار تنويع الأنشطة المتعلقة للدخل، وبالإضافة إلى هذا الأمن المائي والخزان والبئر. وقام وفد أيضا ببناء خزانات المياه بسعة إجمالية قدرها 450 متر مكعب. وأخيرا تمكنت وزارة البيئة من لقاء المستفيدين من أجل مناقشة
حيث من أجل مناقشة، حيث أبدو على دعمها اللازم لأهالي هؤلاء أهالي لمكافحة تغير المناخ. بعد زيارة ناحية كورتمالي، نوه كل من الأمين العام لوزارة الإسكان والبيئة سيد دين عبد الله عمر والمدير البيئي سيد حسين رداشة إلى أن سكان منطقة كورتمالي يستفيدون من سلامة المياه بفضل الخزان والبئر الذي يغذي الزراعة الرعوية. وأضاف أن وزارة البيئة والزراعة تقومان جهودا مشتركة لتحقيق هذا المشروع الذي يأتي في إطار التكيف مع المناخ لتحسين الظروف المعيشية للسكان القاطنين في هذه القرية. كما أوضح أن المشروع سيؤدي إلى إنتاج الأعلاف وفيرة والثروة الحيوانية والحليب لأهالي القاطنين في ناحية كورتمالي. في إطار تنفيذ اتفاقيات بال وروتردام وستوكهولم التي صادقت عليها جيبوتي على التوالي في الأعوام 2001 و2004 و2003، نظمت وزارة الإسكان والتعمير والبيئة مناسبة اختتام ورشة عمل وطنية لتنفيذ هذه الاتفاقيات التي استمرت من الثامن حتى 12 أكتوبر 2017 في فندق شيراتون. وعقدت هذه الورشة بالتعاون مع أمانة اتفاقيات بالوا وزرتام، حيث شملت حلقة عمل مدتها 4 أيام للجهات الفاعلة الرئيسية مثل المؤسسات التقنية والقطاع الخاص والمشغلين الاقتصاديين ومشغلي المواني والمجتمع المدني. وشارك أيضا في هذه الورشة المدير العام للبيئة ومثل منظمة الأغذية والزراعة، وتم تدريب الكوادر لمدة يوم واحد لمديري وزارة الإسكان والتخطيط والتعمير. والهدف الرئيسي من هذه الدورات هو توعية العاملين في القطاع الاقتصادي للاتفاقيات وتعزيز قدراتهم على تنفيذ الاتفاقيات والإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخضراء من أجل الامتثال الكامل لهذه الاتفاقية والمشاركة في نجاحها على المستوى العالمي. وستسمح هذه الورشة ببناء القدرات لتحسين التنسيق بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة على الصعيد الوطني بغية العمل على تحقيق التآزر للأهداف المتوقعة لهذه الاتفاقية. وجمعت هذه الورشة نحو 40 مشاركا من الإدارات الفنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني المشاركين في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة. في إطار مكافحة السرقة بجميع أشكالها وعقب عدة شكاوي تتعلق بعملية السطو والسرقة، قام عناصر الدرك الوطني في مفرزة بيكا 12 بعملية تحقيق وبحث دقيق وتتبع لمرتكب السرقة. وبعد عدة عمليات تفتيش قام بها رجال الدرك الوطني تمكنوا من التعرف على مرتكبي هذه السرقة، حيث كانوا هؤلاء المتهمين معروفين في أوساط المجتمع. وخلال عمليات البحث الدقيقة تمكن الدرك الوطني من إلقاء القبض على 27 هاتف محمول من مختلف العلامات التجارية و4 أجهزة كمبيوتر محمولة و3 تلفزيونات وشاشتين مسطحتين ب32 بوصة سامسونج وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. وقد قام بسرقة هذه الأجهزة 5 من المتورطين هذه الجريمة، وسيمثل هؤلاء الجنات أمام العدالة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للقانون الساري المفعول في البلاد. نظم الاتحاد الوطني لألعاب داكيتو ريو مساء أمس في ملعب حاج حسن قليط افتضان حفلا لتوزيع الشهادات والميداليات للفائزين الأوائل لمختلف أنواع رياضة الداكيتو ريو الجبوتية. وتعد هذه اللعبة لعبة الدفاع عن النفس وتشتهر بها جمهورية جيبوتي بهذه اللعبة الدفاعية. وشارك في هذه المناسبة الأمين العام السيد محمد أحمد فارح ومفتش العام موسى علي والعديد من أعضاء الاتحاد وأولياء أمور الطلبة، وشهد هذه المناسبة عرض الرقصات التقليدية والمسرحيات وعرض مهارات لعبة الداكيتو ريو من قبل الشباب المتدربين. كما تم تكريم الفائزين الأوائل لهذه المنافسات الرياضية لهذه الألعاب بدرجات مرتفعة والحزام الأول والثاني. وفي الختام قدم المسؤول هذه اللعبة لأمانة الدولة للشباب والرياضة شكرهم وتقديرهم لدعمها اللازم لهذه الرياضة. في إطار اليوم العالمي للرؤية، نظمت جمعية رؤية للجميع بتعاون مع ليون كلاب وروتاري كلاب البحر الأحمر يوم أمس فحص العيون لصالح قرية SOS للأطفال في جيبوتي. هذا وتم فحص وتقديم الاستشارات الطبية في قرية SOS لصالح الأطفال في تجرة وتوزيع نظارات طبية، ذلك في الجمعة الماضية. هذا ونظم في يوم السبت لقاء جمع نائب الحاكم منطقة تجورة إضافة إلى رئيس مجلس الإقليمي وممثل المكتب الإقليمي لوزارة المرأة والأسرة، حيث قدموا فيه أهداف هذه الجمعية. وفي خلال هذه المناسبة تم العديد من المداخلات لمختلف المسؤولين، كما قدم
المشاركون شكرهم لمدير الجمعية بالإنابة ومدير قرية اس او اس للأطفال الجوتين السيد عمر ديليتا، كما شارك في هذه المناسبة شخصيات رفيعة المستوى من تجارة من الساحة الوطنية إلى الساحة الدولية. وينضم إلينا للتعليق في الأخبار الدولية زميل عبد القادر عبد الجيري. أهلا بك عبد القادر. أهلا بك. تستعد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي جديد في أيام القليلة القادمة، ما التفاصيل حول هذا الموضوع؟ نعم، تستعد كوريا الشمالية على الأرجح لإطلاق صاروخ باليستي قبيل مناورات بحرية أمريكية وكوريا الجنوبية مشتركة مرتقبة الأسبوع القادم، بحسب ما ذكره تقرير صحفي في سيول اليوم السبت نقلا عن المصادر الحكومية. وأفادت البحرية الأمريكية إن حاملة الطائرات الأمريكية ستقدم مناورات مرتقبة في عرض جديد للقوة بوجه كوريا الشمالية، فيما يتساعد التوتر إزاء البرنامجين النووي والصاروخي لبيون يانغ. ومن المرجع أن تثير تلك المناورات غضب بيون يانغ التي سبق أن حذرت من أي مناورات مشتركة. ونقلت صحيفة دونغ يولبو عن مصدر حكومي أن صورا ارتقدت بالأقمار الصناعية تظهر صواريخ باليستية على منصات الإطلاق يتم إخراجها من حاضرة عسكرية قرب بيون يانغ في محافظة فيونغان في شمال كوريا الشمالية. ويشتبه مسؤولون عسكريون أمريكيون وكوريون الجنوبيون بأن يون يانغ تستعد لإطلاق صاروخ قادر على ضرب الأراضي الأمريكية. أما الخبر الثاني الدولي فيتعلق بأن السلطات الأمريكية تعلن، ولا سيما في ولايات كاليفورنيا، تعلن أن حصيلة الضحايا الحرائق التي تجتاح كوريا أو كاليفورنيا ارتفعت إلى 30 قتيلا، فيما يثير اشتداد الرياح مخاوف رجال الإطفاء من اتساع نطاق الحرائق. نعم، قتل عشرات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن حصيلة الضحايا الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا ارتفعت إلى 33 قتيلا الجمعة، فيما يثير اشتداد الرياح مخاوف رجال الأطفاء من الاتساع نطاق الحرائق. واستخدمت الفرق لقاصص الكلاب المدربة لتحديد أماكن ضحايا أسوأ كارثة حريق في تاريخ الولايات المتحدة. واجتاحت الحرائق التي اندلعت شراراتها الأحد، ولا سيما مناطق إنتاج النبيذ وشردت آلاف الأشخاص ودمرت زهاية 90,000 هكتار. وأضاف أنه تم تحديد مكان 745 شخص تقريبا وهم بأمان، فيما لا تزال تبذل المصاعي لتحديد أماكن 400 آخرين. ولفت إلى أن الرقم الفعلي لقد يكون أقل نظرا إلى تكرار التقارير أحيانا. استعانت السلطات بسجلات الأسنان والأرقام المتسلسلة للأجهزة الطبية لتحديد هويات عدد من الضحايا. شكرا لك زميل عبد القادر عبدي على هذه التفاصيل المتعلقة بالأخبار الدولية. إلى هنا أعزائي المشاهدين تأتي نشرتنا الإخبارية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.